ازيكم يا جماعه؟ النهارده في ستيفلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل تريلر رياكشن جديد، وهو فيلم لسه نازل التريلر بتاعه مفيش من 3 4 ايام تقريبا، وهو فيلم اسمه ذا ليتل ثينجز. وده الفيلم اللي معانا من بطوله دانزل واشنطن، ومعانا كمان جاريد ليتو ورامي مالك. ف صباح الفل يعني. ومن كتابة وإخراج جون لي هانكوك، اللي ما يعرفوش ده اللي كان أخرج أفلام زي The Founder، وكان عامل كمان Saving Mr. Banks، وكان عامل كمان The Blind Side بتاع ساندرا بولوك. سبحان الله، الفيلم ده برضو حينزل في 12 فبراير. أنا مش عارف هو فيه إيه فبراير ده، يعني 2021 بتقول لكم خلوا اليومين اللي جايين بتوع يناير دول اللي ما فهمش تقريبا أفلام عدوهم كده، واستنوا عليها فبراير هنزل لكم بقى بالتقيل. 2021 في فبراير، بدايه فبراير كده في شويه افلام بقى كده عنب، يعني خلوا كام يوم بتوع يناير دول يعدوا عشان نخش على فبراير. في افلام بقى نازله ايه سخن، نازل سخن فبراير، نازل سخن بقى بافلامه. وفي على فكره في تريلر رياكشن تاني هعمله بعد الفيلم ده بتاع ذا ليتل ثينجز اسمه بليس. ده فيلم بتاع اوين ويلسون وسلمى هايك، نزل التريلر برضو بتاعه من يومين ثلاثة، برضو لسه ما فرجتش على التريلر بتاعه، هينزل ان شاء الله باذن الله التريلر رياكشن بعد ذا ليتل ثينجز. الفيلم بقى هينزل امتى؟ هينزل برضو 5 فبراير، يعني برضو هينزل في فبراير. انا مش عارف هو فيه ايه. وبيقول لك بقى بليس ده اوين ويلسون عامل دور يعني غير الهيافه اللي كان بيعملها زمان، راجع بقى بفيلم ساي فاي، ومش عارف، رغم ان انا ما بحبش الافلام الساي فاي قوي، بس حابب ان انا اشوف اوين ويلسون في حاجه جديده يعني. ليتل ثينجز طالما دانزل واشنطن ممثل فاحنا لازم نتفرج على الفيلم بتاعه من الاخر يعني. عمل التريلر او عمل الفيلم اللي هينزل فيه فبراير، التريلر بتاعه لسه نازل من كام يوم. متحمس ان انا اشوفه مع جاريد ليتو ورامي مالك بصراحه. ليتل ثينجز طبعا التريلر بتاعه لسه نازل برضو زي ما كنت بقول من كام يوم. ما شوفش التريلر ولا مره، عايز اشوفه دلوقتي على طول عشان برضو مش مطولش عليكم كتير. يلا بينا نشوف التريلر بتاعنا ذا ليتل ثينجز هنا على هوم سينما. يلا بينا. Then you have that one little feeling, just like I'm listening to you now. You can talk to me. I'm all a friend you got. You're not exactly a department favorite. Things probably changed a lot since you left. Guy's a shark. If he stops, he dies. He likes to drive. Probably has a decent car, maybe two. High mileage. Maybe I didn't go to the right church. How's the trunk space? It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. كفاية عظمة لحد كده. ده يعني مكتوب هينزل برضو على اتش بي او ماكس، فاحنا هنتفرج عليه طبعا على المنصات اللي على النت. واو، يعني هو هينزل سينما بس هيبقى متاح برضو على اتش بي او ماكس. هينزل يناير 29، على الرغم ان مكتوب على الموقع بتاع اي ام دي بي ان هو هينزل في فبراير. ما علينا، مش مشكله، هيبقى فبراير كل الافلام هتنزل في فبراير. ابو مالك بتاعنا، ابو رامي بتاعنا مع دانزل واشنطن وجاريد ليتو، لا ابو رامي معانا في الفيلم ده، الحاج ابو رامي مالك. الواد ده تمثيله فشيخ على فكره بصراحه، يعني من ساعه من بوهيميان رابسودي. انا على فكره ما حضرتهوش في المسلسل اللي كان عمله مستر روبوت، انا ما اتفرجتش على مستر روبوت، فانا اتفرجت على بوهيميان رابسودي. بصراحه كان تمثيله فشيخ 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 فشيخ، يعني عمل حته الدين دور بصراحه لفريدي ميركوري. ما كانش في حد احسن منه كان ممكن يعمل الدور صراحه. ممكن كان يبقى ساشا برون كوين، بس انا شايف رامي مالك احسن منه في الدور، على الرغم ان انا كنت معترض عليه في الاول، بس لا الدور كان فاجر. رامي معانا هو ودانزل واشنطن. جاريد ليتو برضه شكله عامل دور حلو، على الرغم ان انا مش من محبين قوي جاريد ليتو، بس على فكره تمثيله تقيل فشخ. على فكره الناس بتريليت ان جاريد ليتو هو الجوكر الكحيان بتاع سوسايد سكواد، على الرغم ان هو على فكره هو ممثل تقيل فشخ. اللي ما اتفرجش على الدالرز بايرز كلاب لازم تتفرجوا عليه، اللي مع ماثيو ماكونهي. كان هو طالع دور برضو عنده ايه الاي دي اس ولا مش عارف اسمه الايدز، يعني كان خس مش عارف بتاع 50 كيلو، كان شكله بصراحه رايح في 60 داهيه، وعمل حته الدين دور بصراحه فشيخ. هو ماثيو ماكوني يستاهلوا هما الاثنين بصراحه، كان الاوسكار سنتها. بس على الرغم انه ليوناردو دي كابريو برضو اتظلم في ذا وولف اوف وول ستريت، بس مش مشكله، ما علينا خلاص. يعني وات هابن ان ذا باست ستي ان ذا باست. ذا ليتل ثينجز هينزل في اخر يناير اوائل فبراير.
الموضوع شكله بقى فيه جريمه قتل بقى، وجاريد لاتو بقى هو القاتل وشكله هيهرب، وفي بقى حاجات حلوه هتحصل كده، وانا مبسوط جدا بصراحه ان انا هتفرج على العظمه اللي هتنزل ان شاء الله باذن الله اخر الشهر ده او الشهر اللي جاي ده تقريبا. نسبه ترقبي للفيلم 9/10. انتوا بتهزروا؟ دانزل واشنطن، رامي مالك، جاريد لاتو معاك في الفيلم، وجون لي هانكوك هو المخرج. ده احنا لسه في اول شهر، ده لسه 12 شهر تانيين ولا لسه 11 شهر تانيين يعني، وفي لسه افلام نازله ايه مش عايز اقول لكم يعني، لسه ده لسه في بلاوي، ده لسه في ماتريكس، ولسه في كونجرينج، ولسه في حبه افلام حلوه نازله. كل الافلام اللي كانت المفروض تنزل السنه اللي فاتت هتنزل السنه دي، وكوايت بليس 2 ونو تايم تو داي، ده غير بقى طبعا ده كل ده افلام، ده غير لسه كمان بقى في مسلسلات. ويعني انا مش عارف هو في، انا حرفيا اقسم بالله مش ملاحق اتفرج على افلام ولا اعمل لها مراجعات ولا اكتب سكريبت ولا اتفرج على مسلسلات واكتب سكريبت ولا امنتج ولا العب هوم الون بالعشرين فيديو ولا اعمل هوم الون ان ذا دارك القصص اللي بعملها وامنتجها. انا مش عارف، انا ما عندي بجد، انا تقريبا عاوز اكتر من 24 ساعه في اليوم علشان اعمل كل ده، انا مش ملاحق حرفيا. انا بصوا انا قاعد دلوقتي، انا تقريبا ده رابع او خامس فيديو ليا، ولسه في فيديوهين ثلاثه بعد ده هوم سينما، ومفروض بالليل اعمل هوم الون لعبه جديده تمام، ومفروض اعمل لها اديتنج. انا مش عارف، انا بجد مش ملاحق على كل ده يعني، هو في ايه يعني. واو، متحمس فشخ للفيلم ده بجد يعني، اكتر فيلم لحد دلوقتي عملت له تريلر رياكشن، متحمس له جدا جدا جدا، سواء الفيلم ده او جودس اند بلاك مسايا، الفيلمين دول انا متحمس لهم جدا 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 لحد دلوقتي. بعد الفيديو ده هيكون بقى في فيلم اللي هو بليس، هنعمله تريلر رياكشن بتاع اون ويلسون وسلمى هايك. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للفيلم ليتل ثينجز. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. وباي باي.